مش قادر يا ماما مش قادر. طب انا ايش اعمل؟ لك شعر طويل وانت عيان، ورحنا عرضناك على العريش وما طلعش بدنا نمرقك على مصر تعمل العمليه. يا ماما في اطفال فلسطين هم بيموتوا من غير دواء، مش قادر بديش اموت. بابا باسمكم أنتم أحبابنا الأطفال، اليوم نرحب بالشخصية الجديدة وصديقنا الجديد، صديقنا السود أحبابنا الأطفال. فصديقنا السود عاد إلى بلاده سالما غانما والحمد لله هنا إلى بلاده فلسطين بعد أن كان مهجرا في دولة عربية أخرى غير هذا الوطن الشريف أحبابنا الأطفال. يا ماما بدي أقول لك حاجة. قول يا أمي. وين نحول؟ زمان أنا ما شفته. واصل مشوار وعده أجا، وصل مشوار وعده أجا إن شاء الله. بتأخرش. وصل في الليل هيك مشاوير، كيف بتطلعين؟ ما أنت شايفة الوضع. المهم ما إيش بدي أنا أعمل، عده بيجي إن شاء الله. بابا. نعم يا بابا. وين نحول؟ إحنا نقصش من الله نشبع على نحول. يا بسط. بابا. أنت إنسان مؤمن وربنا سبحانه وتعالى. إيش 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 يا بابا؟ الحمد لله، أنت إنسان مؤمن يا رب، أنت إنسان مؤمن يا رب، إنسان مسلم الحمد لله رب العالمين، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى، أخوك نحول عية، ومرض يعني وعية عية. أنا وأنا في المستشفى وأنا في المستشفى يا بابا. لا مش في المستشفى، والله يا بابا ما هو في المستشفى، نحول ربنا سبحانه وتعالى استخدم استشهد نحول. لا يا بابا. والله استشهد يا نحول، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه. ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين، وادخل البسمه والفرحه باطفال فلسطين، اطفال العالم اجمع، العالم العربي والاسلامي، ان شاء رب العالمين يا إن بابا إن شاء. انا جاي من الغربه ومعايا مفتاح العوده، وهي مفتاح العوده، شايفين هي مفتاح العوده، ان شاء الله هذا المفتاح اللي حنحرر فيه اقصانا ان شاء رب العالمين، وهي كمان سوره الاقصى الشريف، هذا هي شايفيها كيف؟ إن شاء الله إحنا جند رواد الغد. نعم يا أسود، سنمضي على ذات درب نحول وسنمضي على ذات درب فرفور بإذنه تعالى، ولن نخيب أملهما بإذنه تعالى إن شاء الله. يا أسود قلنا يا سراء مشاريع برضو الشهادة صح ولا لا؟ أكيد يا أسود بإذنه تعالى، كلنا في ذا الوطن سنفدي كل ما بوسعنا وكل ما بروحنا من أجل الوطن يا أسود. طيب يا سراء حابب أسألك سؤال. ما هو؟ قديش عدد جنود رواد الغد؟ يا أسود جنود رواد الغد هم كثر 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 يا أسود. حمدا لله حمدا لله. نعم وبإذنه تعالى سيساعدوننا في تحرير وطننا فلسطين بإذنه تعالى يا أسود. وأنا وأنت يا سراء سنكون أول ناس صح ولا لا؟ بإذنه تعالى يا أسود. وسنأخذ الأقصى؟ أكيد يا أسود، وسنحرره من دنس الصهاينة هؤلاء يا أسود. طيب هلا شو حابة تشاركينا؟ أرنوب. نعم السود يا هلا. انت ليش اسمك السود وانت شكلك ارنوب؟ لانه يا هلا الارنوب دايما انسان ايش مش كويس صح ولا لا، وانسان جبان، لكن انا السود ان شاء الله اللي هخوف اليهود واقول لهم اكل ان شاء الله رب العالمين صح ولا لا؟ باذنه تعالى ان شاء الله.